مالك، هل أعطيت أوامر للجيش اللبناني بالقمع، قمع الناس، قمع الثوار؟ لأنه بطلنا نعرف هالجيش خلال فترة 17 وما بعدها مين عم بديره ومين عم بوجهه. بتقرير لقلك مع فيليب أبو زيد بتقول أنه مش أنت اللي بتعطي الأوامر للجيش، قائد الجيش هو اللي بيعطي الأوامر، بس نحن بنعرف أنه قائد الجيش دائما بحاجة لغطاء سياسي. مين كان عم بيحرك هذا الجيش؟ أول يوم بيتحرك يوم ما بيتحرك. اسمح لي بالبداية نوجه تحية للجيش اللبناني اللي واكب اللي واكب الحراك وحمي المتظاهرين وكان عنده توازن بالقرار. وبكل صراحة لقائد الجيش كان عنده توازن بقراراته اللي أخذها لحتى حقيقة يحمي المتظاهرين ويجنب الإشكال الأكبر بالبلد. وفي شاب ما بعرفه بس إجا لعندي من الحراك هلأ قال لي أنا مع أنه نعطي الجيش حقه. صحيح في ناس انتقدت وقالوا كان الجيش بمحلات عم يتعاطى مع المتظاهرين بقوة، ولكن الجيش حمي التظاهرات وخلى المتظاهرين يقوموا بكل أهدافهم. عظيم. إنما ولا بلد بالعالم أستاذ مارسيل بيصير في تظاهرات إلا ما بتشوف غاز، وبتشوف بفرنسا إذا بتشوف بالجيليجون بكل بلدان العالم لما يدخل بين المتظاهرين المندسين وبيعتدوا على الجيش اللبناني وعلى ضباطه. ويمكن مش مصلحة الجيش قول اللي بعرفه أنا، ولكن لما نشوف تقارير نحنا شخص جاي وبمد إيده على عسكري لا طويلة على رقبته، نحنا هاي الشغلة ما لازم نسمح فيها. بالتالي ببطل في هيبة، ببطل في هيبة للجيش اللبناني. ليش دمعت انت وعم تحكي عن الجيش؟ لانه هالعسكر اللي قاعد يتبهدل قدام الكاميرا، هلا مش دمعت بس انا بتأثر لما احكي عنهم، هالعسكر اللي عم يتبهدل وعم يتحمل اللبنانيين اللي هن مندسين بين المتظاهرين، ما لازم نكون اليوم عم نيجي نحن نقول له ليه تعاملت معنا بهالشكل. اللي بدي اقوله انه هيدا العسكري استاذ مارسيل اللي كان عم بيوقف بوجه المتظاهرين ليحمي المتظاهرين يجي حدا يعتدي عليه ونرجع نقول ليش الجيش أخطأ. يعني في محلات في ناس اعتدت على الجيش، في محلات حاولوا يقشطوا سلاحه، في محلات الجيش اللبناني حقيقة يعني اللي موجودين بين المتظاهرين بيعرفوا الحراكيين الحقيقيين تراجعوا وفلوا لما شافوا العالم عم تعتدي على الجيش. بعض عناصر تيار الوطني الحر، بعض قيادات بتيار الوطن كانوا يحكوني ويحكوك، يحكوا بالسالونات، يحكوا حتى على بعض التلفزيونات، على يعني يحكوا عتب على قيادة الجيش أو على الجيش إنه ما عم بيفتح طريق، ما عم بيتدخل على قطاع الطرق اللي سموهم بهالطريقة أو على غيرهم. يعني شفنا في عتب وانتقادات، حتى وصل الأمور إنه اتهموا لقائد الجيش انه هو من انطلاق الثورة عم بيتماهى مع اجندة الامريكيين، وحتى البعض اتهموا انه عم بينسق مع القوات اللبنانية مع الدكتور جعجع او مع سيد ستريجع. سمعنا كتير كلام بهذا الاطار، انت كيف تأكدت من حقيقة دور اللي لعبه قائد الجيش على الارض؟ بغض النظر ونحن ما عم نحمل، نحن عم ننقل عم بيقولوا الناس. يعني هلا بدي ارجع اسألك عن الشيء اللي انطرح حتى عن بعض التوقيفات اللي عملوها الجيش واللي صار في عليها إشكاليات، طيب هاي مين بيحقق فيها؟ خليني لك شغلي. أول شيء بالحلقة الماضية صار في كلام ما قبل الماضية صار في كلام على الجيش بأول حلقة وحق الأشخاص المتظاهرين يعبروا عن وجهة نظرهم، وبآخر الحلقة حاولت سنتيا لتطلع تعطي وجهة نظر مختلفة. يمكن جو الحلقة صار في تشنج لمرحلة أولا ما نفهم شو هي عم تحاول توصل، وهالتشنج أدى للي أدى له للأسف بنهاية الحلقة. بس أنا بدي وجه لها تحية لسنتي لأنه طلعت للدافع عن الجيش اللبناني، طلعت لحتى تقلن. بس الدفاع عن الجيش اللبناني، دفاع عن الجيش اللبناني هو شبيت كل الناس، مش حكر هيدا على التيار الوطني الحر ولا على ياس أبو صعب ولا على مرسيل غانم. يعني هيدا اللي بدي أقول لك. عظيم. وهيدا اللي هي كانت عم تحاول، هي مش من منطلق أنه هي ضد اللي كانوا عم بيكونوا سواروا على الطريق، بقدر ما أنه ما كان بدها تقطع انتقاد للجيش اللبناني وما ما تجاوب. هاي وجهة نظر يعني. طب هاي وجهة نظر. نعم. أنا بعرف أنه بقلب الحراك كمان، أنت سألتني ليش البعض بالتيار الوطني الحر كان عنده هيك واقف.
ما هيدي كان وجهة نظر حتى معظم الأشخاص اللي موجودين بالحراك، كان في اختلاف على قطع الطرقات ولا فتح الطرقات. أنا بفهم أنه في ناس بتعتبر أنه بقطع الطريق ممكن نوصل للي بدنا إياه. هلا هيدا عنوان ديبات اللي أنت رح تصوت عليه. هصوت عليه. في ناس هلا يمكن إذا بحكي في كتير بكون كأنه عم بياخد ال... لا لا ما هيدا رأيك. عال بدي أحكي عن رأيي أنا. أنا برأيي ممكن توصل لمرحلة تقطع طريق، بس تقطع طريق اليوم صبح، تقطع طريق اليوم بعد الظهر، بس ما بتخلي الطريق مقطوع أسبوع وعشرة أيام. لأنه أعطيني بلد واحد بالعالم قطعوا شريان رئيسي فيه جمعة وضلت مقطوعة الطريق وضل قائم واحد من كل يعني شيء في مزارات بالعالم.